السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم محب قناة المبلية البورسعيدية. دلع كرشك دلع نفسك، صباح سعيد، يوم جديد على عيونكم يا حبايبي. والنهاردة هنعمل للبنانيت الصغننين أو اللي لسه عريس متجوزين عصير القمر الدين. القمر الدين أغلبيتنا لما بنعمله بننقعه وبعد كده بنضربه في الخلاط. النهاردة هنعمله ومش هنتكلف فيه كتير خالص، وبالعكس انا هخلي اللفه دي تتعامل معاكي مرتين، خليكي تطلعي منه الماده الجيلاتينيه اللي تخليه يتقل معاكي ويكتر، يديكي كميه اكتر. وفي نفس الوقت لو ما عندكيش خلاط مش شرط خالص الخلاط. ارجو لو عجبتك الوصفه نعمل اعجاب للقناه ونشارك فيها ونفعل الجرس. اول حاجه هنبتدي نعملها بسم الله الرحمن الرحيم، اللي احنا هنبتدي نفتح القمر الدين بتاعي. زي ما انت شايفه لفه قمر الدين بتاعتك بتبقى بالطريقه دهيت ملفوفه، هنفتحها كده. طبعا انا مش هطلع منها الهواء، بس كل اللي هعمله هاخد نص اللفه دهيت. خلاص هي لسه بقيتها متطبقه اهو، هاجي كده بالمقص وهاخد نص اللفه ديت. بسم الله. ادي نص اللفه اهي، النص التاني بعينه في الكيسه بتاعته هعمله يوم تاني. تمام، هبتدي افتح اللفه بتاعتي دهيت اهي، هبتدي اجيب الحله اللي انا هشتغل فيها وهقص قمر الدين ده كله قطع صغيره مش قطع كبيره. في مشكلة لما تقصقصي كده مش هياخد منك اي وقت. هكمل القص بتاعه وارجع له. زي ما انت شايفة كده انا قطعته القطع صغيرة خالص. هبتدي هحط السكر بتاعي، السكر بتاعي طبعا حسب الرغبة، انا عن نفسي هحط 4 معالق سكر زي ما انت شايفة كده، وهبتدي انزل عليه بالميه السخنه. مش هنقعه طبعا، هبتدي عشان اطلع الماده الجيلاتينيه بتاعته اروح على البوتاجاز. مش هعلي عليه البوتاجاز، هبتدي احطه على نار هاديه واقعد اقلب كده فيه بالراحه واسيبه لمده 10 دقايق على النار لحد ما يدوب عشان يطلع الماده الجيلاتينيه بتاعته ويبتدي يتقل ويديني القوام المناسب والتقل اللي انا عايزاه. هيغلي كده وهيبتدي يطلع على الوش زي ما انت شايفه القطعه كده لحد ما تدوب مع نفسها. طبعا انا سبته بعد ما مغليته حوالي 3 ساعات منقوع. انا بس عايزه اوريهولك، شايفه مفيش اي حاجه تحت خالص ازاي، وشايفه التقل بتاعه تقيل ازاي. دي نص باكيته يا جماعه والله. شايفه عملت ازاي، تخيلي بقى لو عملنا الباكيته كلها. فعشان كده بقولك هو الماده الجيلاتينيه بتاعته بتطلع بتخليه يبقى تقيل ويوفر معاكي جامد. هبتدي احطه في التلاجة يسقع، وبعد ما يسقع هوريهولك، انتظروني. ودلوقتي بعد ما طلعته من التلاجة ادي الكمية بتاعتي اللي انا عاملاها هي زي ما انت شايفاها في الشفشة، نص باكيتة، واتفرجي على القوام بتاعه وانا بصبه. بسم الله، شايفة التقل بتاعه جماله. شايفة التقل بتاعه جماله ومشبر بقى وسقعان ومش قادرة اوصفلك. وبألف هنا عليكم، وبجد اتمنى لو عجبتكم الوصفة نعمل اعجاب للقناة ونشارك فيها ونفعل الجرس، وانتظرينه في كل جديد في قناتي وقناتكم وقناتنا كلنا ام فلال البورسعيدية. دلع كرشك دلعي نفسك.